بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول: لا إله إلا هو، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقوله سبحانه: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. لقد سماه الله تعالى محمد وأحمد، وسماه كذلك الشاهد والمبشر والنذير والمبين والداعي إلى الله والسراج المنير. يقول الله تعالى: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسمي صلى الله عليه وسلم أيضا في القرآن الكريم المدثر والمدكر والرحمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والرؤوف والرحيم والمختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب يعني الذي ليس بعده نبي. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، على ماذا تدل كثرة هذه الأسماء؟ إنها تدل على شرف المسمى صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل خلق الله على الإطلاق، رغم أنوف الكافرين، رغم أنوف الحاقدين، رغم أنف الحاسدين. وكفاه تعظيما وتشريفا قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما نسبه الزكي صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.